انا بقى لما كنت صغيره في سنكم كده هون ما كنتش ارضى بالظلم ابدا، كان اللي ياخد حقي كنت ادب عينيه في صوابعي امعص رقبته. والتقضينه طبعا اعض واعض اللي خلفوه كمان، الا حقي ما اسكتش ابدا. زين قضي ابوي عيال. هي 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 انت تخبلتي شو؟ جرى ايه يا بتش انت وهي جرى ايه؟ انتوا فاكريني ايه؟ مجنونه يعني اعض اي حد كده هون معدي؟ لا ده انتوا ما تعرفونيش، ده انا ست هانم وعجبكم قوي، اصلكم ما شفتنيش وانا صغيره، ده انا كنت زي القمر، كنت اقول للقمر قوم فز وانا اقعد بطرحك. اضحكوا يا بتش انت وهي وروني اللوز والبنكرياس. سمعتوا اخر نكته؟ لا. بيقولوا لك واحد بخيل قوي 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 مات، لقوه في كاتب في وصيته بعد ما مات ما تغسلونيش انا مستحمي. حلو حلو منك على قد سنك. اخت بهية. نعم اخت بهية. بس 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 قرار، قرار اداري، قرار من مجلس إدارة العائلة، قرر مجلس العائلة وبالإجماع أنك تكونين إن شاء الله ضيفة كريمة معززة عندنا هني وتباتين عندنا هني الليلة، ها؟ ولكن بشرط تباتين بدون عض. لا يا دلعجي ما تخافش وما تقلقش مني ابدا، هي سنه واحده ما فيش غيرها اللي هقضيها عندكم، يا بالطول يا بالعد. بس ان شاء الله تعضيها على خير. عبد الله عدلك ابوها. طلع الصباح وطلعت يا محلى نورها شمس الشموسة، خلوها تتيسر وتصير بيت ريح قبل لا تخبل. غريب غريب، خلها تريق، خلها تصرط، يعلها الصاروط ان شاء الله اسكت. يعلها الصاروط تريقت ولا ما تريقت؟ قومي خلها تصير بيتهم هناك تفكنا من شرها، بس لا خلوها تصير، خلوها تتيسر. يا وين السير ما دام قدامها الماشي الوياسة تصرط. اسمعني اذا تبى عضه وتبى تنعض اوكي هذا الميدان يا حميدان. وش انا بقيت؟ اعطونا ريوق، اعطونا ريوق شويه. شغريب بقول لك ايه يا اخويا، ما تروح تنده عتية عشان اجيله كلمتين في العدم عشان يعرف ان انا ورايا رجاله. بقول لك ايه؟ نعم. بقول لك ايه يا ست بهية؟ نعمين. ايه رايك انت تسيري له جوه تحت الحجره، تسيري له هناك وتدي له كلمتين في العظم، لاني والله خايف انا ان السالفه تتطور وبدل الكلمتين يتحولوا الى تكسير عظم. سيري له يا ندامه يا عيب الشوم. جرى ايه يا سغريب؟ جرى ايه؟ انت بتطردني من بيتك ولا ايه حكايه؟ وابوي كشرتك اياها؟ كشرت عن انياب سويت كذا ومصير بطل باب طالع وياي النحس. يا الله ابليس خيبة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وين عايش أنا؟ بقول لك يا سغريب. تفضل تفضل. ممكن تجيب لي العقربة اللي جوا دي؟ من عيوني، من عيوني الثنتين. أصلي كنت مستنيك بفارغ الصبر إنك تيجي ومعاك ده. يا 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 بهية هانم. أفندن. يا بهية هانم تعالي يا بهية هانم، أصلي جوزك عطية هانم عايزك. هانم. مش طالعه معاك يا عطيه، هي ايه الحكايه بعد ما راح المقبره بقى سكره؟ مش طالعه معاك يعني مش طالعه معاك. سياح يا بهي، سياحي وافضحينا قدام الخال، افضحينا قدام اللي يسوى اللي ما يسواش. يلا يا بهي لحسن يمين بالله. لا 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 يا اوعى لا 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 يا جماعه دخيل والديكم، انا والله كني عايش فيلم مصري. لا يا اخوي لا 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 تحلف لا تحلف، هدوا بالهداوه يا بهيه. يلا يا بهيه الخلق دي ما لها صالح بينا. مش طالعه معاك يا دلعاجي غير لما تعرف امتي. انا على راي المثل بيع الجمال واشتري خفه، الجمال كتير ومرطرط في الشوارع وعلى الرصيفه لكن الخفيف صدفه. انا هنا بقى
فيه ميت غريب. هو وين هاي اللي يسموها سمية؟ سمية؟ سمية منو؟ حرمة عطية. يا أخوي يا سعيد ركز، دخيل الله ركز وياي، اسمها بهية، بهية ما بسمية، بهية هكي ها، زابنا فوق عندي في الشقة يا أخوي، وبطايا تظهر، إي والله. شوف عاد، هذا الناطور اللي أنت جايبنا ترى مسخة، جاي بحرمته من وراك، هاي أشياء غير قانونية، ونحن اللي بترشين فيها. والله يا روي عطية، دواه عندي إن شاء الله. ما أدري هو من سمع إنك أنت جاي شرد الجبان. ها فعليك بس. ورفجت من رفج اللي أحلك المشكلة هاي. وين هاي زكية؟ عندك في الشقة؟ قم زينها قم. زكية منو؟ حرمة عطية. يا أخوي ركز وياي، اسمها بهية يا سعيد. بهية. اسمعني عاد، ما يحتاج أحذرك، هذه الحرمة إذا حرجت وعصبت تراها تعض عن. هذا كرتي يا سنية. سنية؟ سنية مين يا درعاجي؟ سنية جي لما أخذها تبقى خالتك. سنية جي تروح تدور عليها في الشقة اللي جنبنا ولا في الدار اللي فوق. السنية قال ده الجدع ده شكله تايه، جاي مع مين يا دلعاجي؟ بقولك ايه، لم روحك. السنية قال اسمعي بهية، هذا اميها سعيد راعي العمارة. سي ما عليه ما عليه ما عليه، امسحيها في اللحية، امسحيها في اللحية، بارك الله فيك. هاي مو بس تردح، هاي تردح وتعض، اثنين في واحد بلاس، هذه بلاس، ترتاح تعض تك 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 بام. اي تغلط في سبع مرتين قسم بالله لا تعضك عض، اسمها بهية. بهية لا تغلط بهية. سمعيني يا اخت بهية، الصراحة عطيها غلط يوم جابتني بالسر. هي نعم، وانا بتشارط وياه من اول انه يسكن عزابي، عشان كذيه انا بسفر عطية وبرجع اسيوط. اسم الله اسم الله. ليه يا دعاجي تقعد أسيوط ليه؟ عشان ايه؟ هو كان كفر ولا كان كافر؟ ده جايب مراته يا دلعجي لمؤاخذة، لا جايب ممنوعات ولا مخدرات ولا سلاح. ايوه قال يفنشوا علو يرجعه. يا دلعاتي تراكم اديتوا المستاجرين. هي نعم، وبعدين تبي تدفعين الايجار غريب يوم يظهر من الشقة؟ وشو هالرمسة هاي؟ ترى شديتي سكان العمارة، الا سابتنهم الا عاضتنهم الا تردحينهم، شو هالرمسة هاي؟ اسمع يا ولدي يا سعيد، انا بزيدك بعد من الشعر بيت. عباس وحليله روحه شرى اللي يريده، قامت وكانت دزه، قام يدور ها ها تقول ترتور. واكو سيروله ترتور مين يا وليه؟ يا وليه خليكي محضر خير يا وليه، الاحسن عليا نسيتيها العاده. وانت يا شي غريب جايب لي ناس غالب يطردوني من بيتك؟ انا والله انا ما نسيتهاش، انا ما واضحه في وي ريلك ما نسيتهاش، انت تقعدي على دماغي من فوق. اه والله، بس انا اقول يعني عندك مشاكل انت ويا زوجك، حلوها بعيد عن بيتي بس. يلا يلا يا اخت عطيه سير. من اخت عطيه؟ شو انت؟ انا ابوك انت معيننا عندك ناطور عطيه ريان، عطيه زوج، هذه بهية عطية ريال، بهية حرمة. هاي شو تشوفها قدامك؟ حرمة. حرمة؟ بهية. بهيمة؟ بتنعض خشمك هذا بيطير، بتنعض بهية بهية، لا تغلط فيها. يا سمعيني يا بهية ها، بسعد هين عاد بسعد، تراك بسخطيها. يلا الحين شارف قدامي روحي وخير ان شاء الله. يلا سيري. ماشي ماشي، انا همشي عشان خاطرك بس. انا عارفه انت بتعمل الحبه دول عشان تسلحني على جوزي تلاقيه مسلطك. من عيني انا مجيتك جيم قدراها، وما اقدرش اكسر لك كلام، اصلك زي والدي. هروح بس على شرط ما تمشيهوش من الشغل، يفضل يشتغل عندك هنا اهو. ان شاء الله ان شاء الله خير، ان شاء الله الامور طيبه. انت ظهري الحين فوق عند ريلك وبنشوف الموضوع ان شاء الله. خلاص انا ماشيه، وبقوا تعالوا زورونا نعشيكوا. مع السلامه. بيحبني ما بيحبنيش؟ بيحبني تعب، ما بيحبنيش. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، صباح الخير. وهيجي منين الخير يا درعاجي؟ ما الصباح باين اهو من اوله. بتبص لي كده ليه يا جدع انت؟ ايه اول مره تشوف واحده ست حلوه؟ يسلمين والله، الزاير على عطيه ما عنده نظر. بتقول ايه؟ حلوه مين؟ السلامه، اتعب القلب. يفه اه سعوديه، شو سويتي؟ ايش على واقفه؟
يا اهلا وسهلا يا صاحب العماره. ما كنتش اعرف يا اخويا ان ممنوع الوقوف هنا. ما شفتش الاشاره لما نورت اخضر. عجبك يا صاحب العماره؟ عطيه مشي وطفش وسابني، اجيبه منين دلوقتي؟ وانا مالي طفش ولا فنكش؟ هو انا اللي خلفتك ونسيتك؟ إيه طب بقول لك ايه يا صاحب العماره، ايه رايك انا جايبه معايا كتير من شلتت، نفسي ادوقك منه حته لانك راجل امير ونزهي وتتحطش على الجرح يولع وابن اكابر كمان. ادرني ولد كابر يا العضاضه انت، وين فطيرك المسحتت هذا؟ عيني اصبر شويه، هي دقيقه وحاجي لك على طول واجيب لك الفطير المشحتت. عن اذنك. الحمد لله يوم انها ظهرت. يلا 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 يلا، حشي ابوك امه بحرمه. فكر صراحه انا هالحرمه كسره خاطري، مالها الذنب ابدا. ايش قرايلها يقص عليها وياخذ ذهبها؟ وتشي خصك وتشي خصك اصلا؟ نحن ما يخصنا في الناس ومشاكل الناس يا ميزه، ياخذ ذهبها ولا غيره، المهم افتكينا منها. خذ ذهبها، نحن ما يخصنا. بس هذه ندوك يا غريب، حوبات سهيل وعبيد. نعم تصدقين يا ضبابة، تصدقين ان سهيل وعبيد اهون علي من هذه؟ السلام عليكم. عليكم السلام. هلا. مرحبا ابوي. انت ايش حق رخت بهي من البيت؟ حاشا يا امي ما راغها، هي روحها صارت حق ريلها. عيال انا شفتها تحت تردح رديح تخبر الساير، والياي انكم رغتوها. تردح ابو؟ هذه مرت مني كوكونه قامت تردح. شوفي عاده هذه فضحتنا فضيحة، انزلي لها تحت سقتيها أحسن، ولا والله تراني أنزل أنزل وأردح لها مبرديح بيلس لها يلسة، وبرتكب جريمة يعاقب عليها القانون وعجبي. باهي يا خونة، حرام آليتي تسوين في الريال كذي. وين احترام متبادل؟ وين القشرة؟ وين الرحمة؟ وين السكينة؟ ها سكينة؟ هو قال لكم أنا مسكت له السكينة؟ والله ما حاصل، انا ماليش الا في العض بس. الله يهديك يا بهيه، اسمعيني، الحرمه تقدر تكون يعني سليطه، ايدينها طويله لسانها طويل، بس يا حالتها لما تكون لينه وهينه وغطل جوزها. وهو يعني انا مش غطل جوزي؟ انت بلاها جوزك الله يسلمك. هادو بعد بقى شرط صار مخانور، ليش يسوون في الريال كذي؟ ها انا اصلي ما احبش حد يضحك عليا ابدا. هو وعدني يجيب لي قويشه واداني بومبا وما جابها ليش، وبعدين في الاخر يقول لي غوري في 60 داهيه. يوم يقول لك غوري قولي له ليش؟ تشوف وجه الجدر مال زخت مال هريسه؟ قولي الله يهداك تراك انت مو فاهم السالفه، لا زيدين النار حطب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله اكبر، عزازه دركوا لهني. يلا اعتذري لي. انا اسفه يا سي. هو جوزك المخفي ده اسمه ايه؟ عباسي. انا اسفه يا عبوسي. مو سلم عليك مدام بهيه، انت كسرتيني نهشتي الشحم واللحم مالي. شحم ولحم يا عم بلا نيله، شحم ولحم ايه؟ انت لا عندك لا شحم ولا لحم ولا جلد ولا اي حاجه ابدا، ده انت على الشارع، ده انا اسناني اتعوجت في العضه. السلام عليكم. عليكم السلام. امي هات هذه الغوايش واصلحت. مشكور موقع سريت ماما. بهيه خانم، هذا هديه من عند الجيران كلهم. ها حقك انت مره ثانيه، لا زعلين عمرك ولا زعلين عتيه بعد. خو عتيها روايش لينه بلي هي، بس عشان ما زعلين عمرك وتضايقين. هي يا ودي. لا بس برضو ما يصحش اخذ منك هديه من غير ما ادفع ثمنها. لا لا يا بهيه عادي، يعني هذه بس عشان اصفي النفوس وبس. بلي يا بهيه خذي الهديه عشان اصحاب العماره ما يزعلون عليك بعد. خلاص ماشي مدام حلفتوا. منو حلف بهيه؟ جو ما تحلفوا. سوالفها وايد حلوه، انا ما اعرف انتوا ليش ما تحبونها. ما نحبها؟ سوالفها حلوه، هي سوالفها وايد حلوه، لكن عضتها ما بحلوه. عضتها ما عضت جربي عضتها وعقب رمسي. انا شوف ما في داعي حق هالموضوع، لانه خلاص انتهى وخلص، غيروا السالفه هذه. لا لا فيه داعي ونص. عجب عيالنا والله انها عضتني يا غريب في ينبهني في خاصرتي، وانها استوت سودت سودة واستوت لي حزازة هالمثل. يعلي ان شاء الله يعضها كلب مسعور. لا بارك الله في هذاك اليوم اللي يا بني. انا عن نفسي الحرمة عايبتني، كل ما ابا اضحك بصير لها. وانت شو دراك الحرمة هذه بتمهني؟
كلها اسبوع اسبوعين وما ترد. يلا غريبي اذا هي جايه صدق الباب لا تحدرها. بابي خي بطل ايش بلاكم بطري بطني ايش فيك بطني وين الدكتور هذا فوده مالك ادق عليه الباب ما يرد ايش تبغى في الدكتور شو 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 بلاك ايش ماكل ماكل فطيره بهيه المتشلتت خليت فطيره بهيه المتشلتت ما ليش بلا هذا كله من هذا شو فيك زين شو شو ماكل ايش بحطني فطيره فطيره غريب وابوي دكتور دكتور يا غريب انا تعبان يا غريب الله يخرب بيتك هي انت وعطيه مالك يا دكتور فيك ايه انت اكلت فطيره بهيه بعد انا الحمد لله ما اكلتش فطير اما ليه اكلت مش مش ايوه مش شو مش جبنا الدود كده بس الدود كان كتير شويه اطلبنا الاسعاف يا غريب وين كانت الدود عيد صوب وين شباك اطلبنا الاسعاف يا غريب انا بطني بتتقطع وابوي ماذا نعم انا الظاهر أخذت مقلب يا المقاول اللي عندنا الحقيقة وطلع مقاول درجة 10 بصراحة. ليش يعني؟ يعني نحن بنغير المقاول للمرة الرابعة. مما سيؤدي إلى تأخير المشروع 6 أشهر زيادة يمكن سنة، وهذا الشيء طبعا غصبا علي لأني أنا بشوف لي مقاول جديد. فأرجوكم لا تقولون إن غريب ما يفهم شيء في البناء، لا غريب يفهم شيء في البناء، لكن المشكلة عند المقاولين. أبوي. نعم. حلمت حلم مزعج جوابة تفسيره. يعني تشوفين اللي جالس على الطاولة مفسر أحلام؟ تشوفيني أنا واحد من هذيلة اللي فاتحين قنوات فضائية يفسرون أحلام حق خلق الله بالتليفونات؟ تشوفيني شو تشوفين قدامك؟ أبوك ويا خورة. قولي قولي أبوي خلينا نسمع. نعم. حلمت اني راقده في الحمام. حلمتي انك راقده في الحمام؟ راقده في الحمام يا ابوي. راقده ولا طايحه؟ راقده اقول لك راقده. هاي والله سالفه شو الاحلام هذه يا امي. اظني تفسير حلمك يعني معناته بيج خبر خايس. زين يعني شو معناته؟ شو معناته؟ شو معناته شو؟ هذا حلم اوادم معناته انت اولا انت ما تستحين على وجهك اللي جايه من داخل نابت تقولين عن حلم خايس كذي. بعدين انا بوش انت اكثر وحده في البيت دلوعه الا كل يوم صابغه اصابعك لعبة في شعرك لابسه ما ادري ايش مسويه الوان اشكال يعني مغربلتني ويا هالاكسسوارات مالك. احلامك مثل وجهك المفروض انت حال ما الحين انك انت في حديقه غناءه مثل ما يقولون ويا الطيور الغراده ويا الازهار والحلم طايحه في الحمام شر مسخره. قومي سيري داخل يلا سيري داخل حجرتك وصلي ركعتين وتعوذي من ابليس وارقدي قدي على يمك اليمين يلا قومي داخل. يا أخي إذا ما تعرف الجواب خلاص قول لي يا حبيبتي يا مريومة تراني ما أعرف الجواب ما فيها شيء ترى يعني ما لدعك لها التشعيم. سير عندي يدوها شوفها. تعالي 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 خلي يدوها في حالها وما يخصك فيها. أمي مريوم مو من زين حلمك عشان تزعجين يدوها في تفسيره. على فكرة حلمك يفشل. درقة بدرقة من كل عينين درقة. اهدى كله يا ساعتي يا سيدي اسم الله عليك سكتك يا سيدي لما انت مفتوحة واسعة. ده اللي هواني ايوه مفتوحة يعني ايه سكتي مفتوحة واسعة؟ سكتك مفتوحة واسعة معنتها ان انت يا سيدي لما بس ما تشيلاش هي مفتوحه واسعه بس في الاخر عندك صعود وحجاره حجاره 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 صعود ايه ده صعود وحجاره الله العظيم نكون نعيش في الجبل ويا المطاريد يا بهيه والله ما جبل الا انت لا يا سيدي ده معناته بقى عندنا اللي احنا اللي بنشوف الفنجان وبنفهم في الحاجات دي ان انت اخرتك سودا ان شاء الله
وكمان هتكون في اخر ايامك شايف الويل وظلام الليل. قول ان شاء الله عشان يتم المراد. يا ربنا يولع فيك بجاز يا بهية. جرأي يا راجل ارمي بياضة. السلام عليك. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. قوم وشي السيارة. انا جايب كرتون برتقال حق عمي غريب. وجايب لك بعد لومي من سوق اليمعة. الله. لا بتخبرك ها ويش وابوي هالصوته مال منو هاي بنتك ويش ادي بقى الناس اللي بتفهم. البنت قال لا انا مش بنته يا اخويا انا الانسه بهية مراته وحرمته اصل هو اتجوزني وانا كنت صغير قد كده اهو. عطيه بتحصل شنطه ثياب عدال كراتين هاتهم وياك بعد ان شاء الله. شكلك تقرين الفنيان يا بهية. لا يا حبيبتي انا ما بعرفش اقرا ولا اكتب لكن الفنجان ده هو بيبان من الصور انا بتفرج على الصور واقول لك كل اللي فيه. ابو ياسر هاي ازيك شكلها سيب انت هدرجه بدرجه من كل عين زرقه هدرجه بدرجه عايز اشوف لها. صدقني عمي زاخني 22 رادار من المنطقه الشرقيه لين دبي وبعد وراي 77 رادار من دبي الى حبشان. انا صراحه راتبي التقاعدي كله روح على الرادار وعلى هالطنبح لهاي. تستاهل دواك عشان مره ثانيه ما تسرع. يا مو انت تعرف تفسر احلام. انا حلمت اني راقده في الحمام. شو معناته؟ وابوي انا عليش وابوي راقده في الحمام هذا حلم تقولي ليتي ما تستحي على ويش الله يلقعش. عمو انا بطلق بنتش والسب هاي كيشو قالوا ليش شايفتني في الحمام صرصور انا ولا سيفون لا برك تنفيش ولا فهلش عيب استحي على ويش. يا امي يا مريم الله يهداك تراك اذيتينا في الحلم كان ما حد حلم غيرك. مريم تعرفين بهي مرت عطيه البواب تقرا الفنيان شو رايك تنيبها وتقرا لنا الفال. الله وايد كيوت بصراحة أنا أبغي أعرف مستقبلي أنا وايد أحاتي الفيوتشر. يلا عاد مستقبلي الفيوتشر عند هذه مستقبلك عند رب العالمين سبحانه وتعالى تركوا عنكم هذه عاد لا حد يطغيها هذه اللي قرصتها قصدي عضتها والقبر. عيل أنا بخليها تقرالي على حسابي ما يخصكم. والله ما نشيت دام إنه ولد القلابي موجود ما حد نش أنا يسموني فتاح البيبان يلس أنا بفتح البيبان طبعا. البرتقال هلا هي في البرتقال يات من تبليسيات. بهية ممكن تين يا هي حبيبتي ما جابوش غير برتقال أروح أجيب لك موز. أوه لا تعوري لي راسي أنا قصدي ممكن تدخلين داخل. تين يعني تدخلين أمال وأنا ماشية تقولي لي إيه بطيخ ولا شبه. بهيو يختلج فنايل على عددنا يلا شدي حيلك. اخاف اشد حيلي يا مريومة ينقطع. ها شوفوا مين فيكم بقى اللي عايز يبتدي الاول. طبعا انا اللي حالم الحلم وانا اللي ابى تفسير. يا واد يا حلمونج انت طب اشربي وخليلي حبه صغيرين قد كده هون في الاخر. انزين اقول لك اندوج هذا مو بسحر. لا اله الا الله ابتدى المشوار قرايه يا ده بابا هو انا هسحر لكم يا اختي ولا هسحر لكم ولا شايفه وشي ساحره. انا صحيح وشي ساحره ده انا لما ابص لجوزي كده هو واسبل له عينيا على طول تجي له كمه السكر وينسحر وينام في ساعتها. زين يعني يا بهية هذا يمكن يكون حرام. صديقها امي انا قريت في النت ان قرايه الفنيان حرام. ايوه وانا كمان قريت في الانترنت ده هون ان قرايه الفنجان مكروهه بس مش حرام. بهي انت يوم تقرين الفنجان تاخذين فلوس؟ اسمع الله طبعا اخد فلوس. هو في حاجه النهارده ببلاش يا حبيبتي؟ الفنجان ب 100 جنيه يعني 150 درهم اماراتي. نعم يا حبيبتي نعم يا اختي قصدك 70 انت شو تقرين بالجل؟ قرايه يا بيت زمهير مبكر نسيت منك يا عروبه. اسمعيني عاده بهية بس سوي لنا عاده تنزيلات تخفيض يعني سعر عائلي مثل ما يقولون. جراح يا ده بابا هو ايه حكايتك عايزه سعر عائلي سايز فاميلي يعني انتوا فاكرين نفسكم ايه بتشتروا من كنكاكي مالكم يا حريم الامارات ادفعوا
ما الجيب عمران والحمد لله. ده علمي يا حبيبتي مش فسخانيه. اوه فكوني من سالفه البيزات، بلاكم كذي غاديين سطوط. يا ودي فهي انا بدفع لك عنهم كلهم. قراي هاتي يا حبيبتي خد. اهدا بسم الله ما شاء الله. تصدقي يا بتشي يا موما اني طالع لك صوره كلب في الفنجان؟ ها كلب؟ احنا ما عندنا كلاب. اها عاد وبعدين معاكي بقى في ليلتك اللي مش معديه جيه. ده بابا شكلك نسيتش العده بتاع الزمان. انا اللي بشوف ولا انت اللي بتشوفي؟ والله هسيبك واروح. يا دوه لو سمحتي تراك ذبحتيني خليها تكمل. بهي منو هالكلب؟ انا فاهمه ان ما عندكوش كلب يا ستش، استريحتي. الكلب في الفنجان معناته ان انتي هيجيلك مرض مزمن وحواليه فراغات، بس المرض ده هو ممكن يكون بعد ساعتين، بعد شهرين، بعد سنتين، الله اعلم. الحين تفسير الحمام طلع مرض؟